حضراتكم من جديد. الأهلي وكواليسه وأخباره وكل ما يتعلق بالفريق خلال المرحلة المقبلة. النهاردة خبر حلو قوي قوي لكل الأهلاوية، تجديد عقد عمرو السولية، أحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري. عمرو السولية مفيش منه اتنين في مصر في مكانه بإمكانياته، مفيش منه اتنين في مصر. يعني ممكن اللي يكون قريب منه بشكل كبير بصراحة مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، عنده امكانيات رهيبه، الولد ده لعيب كبير جدا جدا، هو قريب من السوليه. فيما عدا ذلك في مكان السوليه بقدرات السوليه مفيش حد. فمكسب كبير قوي قوي للنادي الاهلي، مكسب كبير جدا ان انت تمدد عقد واحد من اهم اللاعبين في مصر. واحد بتعتمد عليه بشكل اساسي في كل مبارياتك وبطولاتك، وحاجه كلنا واخدين بالنا منها. ولما بيغيب السوليه بنحس بفرق شويه. لانه لعيب كبير بصراحه، لعيب كبير جدا جدا جدا. فخبر ممتاز وخطوه رائعه من النادي الاهلي، نجح فيها امير توفيق بشكل كبير مدير التعاقدات في النادي الاهلي، بيعمل مجهود عظيم في الحقيقه الراجل ده. ومدد عقد عمرو السوليه ل 2024، يعني انت عندك الموسم اللي هيبتدي ده ادي موسم، وموسمين كمان غير الموسم ده، يعني لسه 3 سنين في العقد الجديد لعمرو السوليه مع النادي الاهلي. طب ايه اللي حصل؟ ايه الكواليس؟ لان برضو الناس بتحب الكواليس. الاهلي اتكلم من فتره مع عمرو السوليه، كان في بعض يعني ايه الاراء من هنا الاراء من هنا. الرغبه كانت موجوده عند النادي الاهلي، ده امر مؤكد، الرغبه كانت موجوده جدا جدا عند عمرو السوليه ان هو يجدد عقده مع النادي. يعني الموضوع كان محسوم، ما كانش في اي فرصه لاي حد يدخل ويحاول ان هو يقنع السوليه لا ما تجددش وتيجي لنا فري او نشتريك او كلام من ده، سواء من جوه او من بره مصر، ما كانش في فرصه. يعني اللاعب بصراحه بنفسه ما كانش مدي فرصه للجزئيه دي. التجديد بشكل رسمي تم امتى؟ من 3 اسابيع قبل النهارده. 3 اسابيع قبل دلوقتي كان عمرو السوليه مضى وجدد وخلص كل حاجه، والامر كان حسم تماما يعني. لكن الاهلي كان دايما بيستنى الوقت المناسب عشان يعلن عن اي امور جديده. يعني النهارده النادي الاهلي اعلن والموضوع خلص بشكل رسمي، واضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. البعض اتكلم او ممكن وكيل عمرو السوليه طلع اتكلم قال لك في اتفاق ما بين الاهلي والسوليه، لو جاله عرض خليجي بمبلغ كويس كلام من ده يطلع اعاره يعني الاهلي ما بيقفش في طريق حد في الامور زي دي، وشفنا امثله كتيره جدا. كابتن وائل جمعه فتره من فترات طلع السيليه القطري، ابو تريكه بني ياس الاماراتي، اكتر من لاعب يعني الاهلي ساعدهم في الامور اللي زي دي. يعني فالاهلي مش هيتاخر على ابنائه في اي حاجه، وعمرو السوليه يعتبر ابن من ابناء النادي الاهلي حتى لو هو ما كانش من الناشئين، لكن هو معجون بشخصيه النادي الاهلي في الحقيقه. فده امر مميز جدا وخطوه اكثر من رائعه. طيب هنا السؤال، ممكن البعض يقول لك طيب احنا خلصنا السولية اهو، طب علي معلول ايه الموقف؟ هقول لحضراتكم الجديد بخصوص علي معلول. لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم في توافق كبير جدا بين النادي الاهلي وعلي معلول بخصوص التجديد. مفيش ازمه في القصه، في يعني ايه شبه اتفاق نهائي ما بين اللاعب وما بين النادي الاهلي اللي بيتمثل في امير توفيق مدير التعاقدات. باذن الله قريب لو الامور مشيت زي ما هي كده، باذن الله قريب هنسمع خبر حلو زي خبر النهارده بتاع عمرو السوليه بخصوص علي معلول باذن الله تعالى. ده بخصوص علي معلول، وما تقلقوش من الملف ده قوي يعني. طيب الحاجه الثالثه، الكلام كتير جدا على موسيماني.